الحمد لله الحي الذي لا يموت، توحد بالديمومة والبقاء، وتفرد بالعزة والكبرياء، وطوق عباده بطوق الفناء، وفرقهم بما كتب عليهم من السعادة أو الشقاء. نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هو الأخشى لربه والأتقى، أصدق العباد شكرا، وأعظمهم لربه ذكرا، وأكثرهم له استغفارا، صلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. مشاهدينا الكرام، تحية طيبة وسلامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار. رحل اليوم الشيخ جعفر أبو عبد السلام، فاصبروا واحتسبوا، اليوم مات شيخنا أبو عبد السلام، سراج عصرنا، وانطفأ المصباح، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إن لله وإنا إليه راجعون. أحسن الله عزاءنا وجبر مصيبتنا، إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، وإن على فراقك يا شيخنا لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إن لله وإنا إليه راجعون. أيها الأحباب الكرام، هذا الموعد الذي نلقاكم فيه نخصصه لشيخنا الراحل الشيخ أبو عبد السلام. كما لا يخفاكم جميعا أن الشيخ انتقل إلى رحمة الله في الساعات الباكرة لصباح هذا اليوم إثر وعكة صحية مفاجئة، وغدا تشيع جنازته ويصلى عليه بحول الله تبارك وتعالى. باسمكم جميعا ورحب بضيوفنا وشيوخنا الأفاضل في هذا اللقاء. شيخنا سعيد، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجركم، عظم الله أجرك وأجر أمتنا وأجر وطننا وأجر عائلته وأجر عائلته الكبرى. سأل الله أن يسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم أمين. كما أرحب بالضيف والأخ والدكتور هارون بريك، حياكم الله أخي العزيز، أهلا وسهلا بك معنا وبيننا في هذا اللقاء الذي خصص للراحل العزيز شيخنا أبو عبد السلام. الله يرحم شيخنا، ونسأل الله عز وجل له المغفرة والارتقاء الفردوس الأعلى، وأن يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ونعزي أنفسنا، نعزي شعبنا، ونعزي أسرته، ولا نقول إلا ما يرضي الله عز وجل، إن لله وإنا إليه راجعون. إن لله وإنا إليه راجعون. لقد كان الفقيد أيها الأحباب الكرام مشاهدين متابعين في كل مكان، واحدا من الكفاءات الدينية الوطنية الكبيرة الرصينة المتوازنة، وكان رجلا من رجالات التربية والإصلاح في المجتمع، ترك بصماته المتميزة في أجيال كاملة من أبناء المجتمع الجزائري. شيخنا هارون، وأنت صحبت الرجل على مدار تقريبا ربع قرن، 22 سنة أو تفوق صاحبته يعني مهنيا، تعرف يعني عن الشيخ أكثر مما نعرفه نحن من خلال هذا الاحتكاك، من خلال هذا العمل، من خلال هذه السنوات والتجارب المتراكمة في التوجيه، في الإرشاد، في التعليم، في حقل الدعوة والفتوى. الله عز وجل أكرمه الشيخ، ربي يرحمه إن شاء الله، أكرمه بأنه حياته كلها في التعليم، كان يعلم في الثانوي، ثم كان مفتش، ومنذ صغره وهو يعلم ويدرس ويدرس العلوم الإسلامية. وأول حصة في فتاوى على الهواء أول ما بدنا كان هو حاضر معنا رحمه الله. في أي سنة؟ في سنة 2000 على ما أذكر، أو 2000 أو بداية 2001، في جون في 2001 أو في جوان 2000 أو 2001 يعني.
مطلع يعني أنا دخلت في التلفزيون في بداية العام، وبعد 6 أشهر بدأنا في فتاوى على الهواء، وكان منضبطا كعادته، وكان يحكي لي رحمه الله أنه لما كان يقري في تلملي في الثانوية كان يأتي راجلا من صغارة، ولا مرة واحدة تأخر، كان دائما يحضر قبل اللي يجي الأساتذة ولا طبعا التلاميذ، كان منضبط، كان يأتي في عموم الأوقات يأتي قبلنا، يعني يأتي حتى قبلي أنا، يعني المفروض أنا أكون الأول، وكان منضبطا جدا 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 رحمه الله، وكان جادا رحمه الله، وكان في حياته كلها يعني إنسان رجل فعلا، رجل شخصية، إنسان فعلا رجل، رجل مواقف، رجل ثقة تامة، وله قوة في الشخصية وحضور رحمه الله، وله القدرة على أن يقول الحق ولو كان مهما كلفه رحمه الله. الشيخ أبو عبد السلام سبحان الله العظيم أكرمه الله عز وجل في أنه يعمل في أكثر من مجال، يعني في أكثر من وسيلة إعلامية، يعمل في إذاعة كان عنده شهرة كبيرة جدا، ويعمل في قناة القرآن هذه نحن فيها، ويعمل في التلفزيون قبل أن تنشأ قناة القرآن الكريم، إذاعة بالناطقة بالأمازيغية وكذلك إذاعة القرآن الكريم بالضبط، ويجيب على أسئلة المتصلين، عنده أوقات دائما يجاوب على دائما لما بالهاتف. نعم. يأتي قبل الحصة ويتصل به الإخوة السائلين، السائلون يتصلون به ويسألونه، ودائما حياته كلها يجاوب. نعم. كل حياته وهو يجيب، وهو ينجد الناس، لأن الناس تحب تعرف دينها، تحب تطبق دينها في حياتها، تحب تكون مع الله عز وجل، ويعني أكرمه الله عز وجل بهذه الوراثة، لأن عملية التعليم والتربية والإرشاد هي عملية شاقة وصعبة، وفي نفس الوقت الذي أكرم الله عز وجل بأن يكون من المعلمين فهو مصطفى، فهو في حالة اصطفاء. لماذا؟ لأنه يرث النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معلما ومرشدا ومبلغا، وكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا جدا، كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، ويشتاق كثيرا إلى الحج وإلى العمرة، هو حج العديد من المرات رحمه الله، كان يشتاق كثيرا إلى العام هذا، كان حب يحج، ولولا الظروف وكذا شرط السن وكذا، المرة الوحيدة في هذه السنوات اللي عرفناها فيها اللي ما حجش فيها رحمه الله، فهو قدوة وهو مثال، وإن شاء الله العمل الذي عمله سوف لن يعني يذهب هكذا، يعني هو ترك خيرا كثيرا وأثر تأثيرا إيجابيا كبيرا جدا. على ذكر الحج والعمرة شيخ هارون أستاذنا، نذكر موقف قابلته مرة، كنت أعمل معه في الإذاعة، وكان يتهيأ لسفري العمرة، وكأنه قرأ في عيني، يعني حب نسأله لماذا تعتمر كثيرا يا شيخ، وكتب لي ربي أني صاحبته في حجة من الحجات عام 2013، فذكر لي أمنية. أنا الشيء اللي يعني حز في نفسي هي هذه الأمنية، قال لي أريد أرجو على الله تبارك وتعالى أن أموت بجنب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان حريص على الاعتمار من أجل هذه الأمنية، أن يموت في البقيع، ولكن الله تبارك وتعالى كتب له وقدر له موت أخرى تماما مختلفة عن التي كان يرجوها والتي كان يتمناها والتي كان يسعى إليها. في كل سفر كان يهيئ نفسه أنه سيموت هناك، وحدثني بها ويعني سرني بهذا السر، واليوم شفنا أنه مات في سبيل الدعوة
اي خرج راح يدير، خرج مجاهدا راح يدير في ينشر الدروس ينشر غير ذلك. نعم. هو اختار الله عز وجل ان يموت في ارض الشهداء. نعم. ارض المسقية بدماء الشهداء، وكان رجلا وطنيا يحب الجزائر الى درجة عجيبة، وفي المناسبات الوطنية كان يتحدث من اروع ما يقص، يسرد القصص العجيبة. نعم. قصص المجاهدين والشهداء والناس اللي تلاقاهم. نعم. ويعيش الثورة ويعيش أحداثها بكل روحه يعني بشكل عجيب، ويوصل الرسالة الميساج كما يقولوا، يوصل الرسالة بشكل يعني بديع، وكأنه يعني تحس وكأنه رو في وسط المجاهدين. نعم. رحمهم الله جميعا. فكان صادقا، كان صادقا، وهذا الأمر الصدق، خلق الصدق خلق عظيم جدا. اللي يرزق ربي خلق الصدق يرفعه بهذا الخلق إلى أعلى عليين، لأن درجة الصديقين تأتي مباشرة بعد درجة الأنبياء والمرسلين قبل درجة الشهداء. هو كان، نسأل الله عز وجل أن يرفعه إلى درجة الصديقين. فكان صادقا، صادقا بشكل يعني سبحان الله، كان صادقا، هو الصدق يمشي على رجليه رحمه الله. وربي سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل أن يحشره مع سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، مع سيدنا عمر بن الخطاب والصحابة أجمعين، ومع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم أستاذ شيخنا هارون. أيها الأحباب الكرام، إن حديثنا ليس تخصيصا لشخص الشيخ أبو عبد السلام، ولكن لخصال حميدة وخلال مجيدة عرف بها وشهد له بها، فالتاريخ يشهد والدنيا تشهد أن الشيخ جعفر رحمه الله قد جمعها. نحسبه والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا. شيخنا سعيد، لك من المواقف ولك من الذكريات ولك من الأشياء التي تعطيها للمشاهد وتعطيها ممكن لأول مرة نسمعها، لأن المشاهد يرى الشيخ موجها ناصحا واعظا، ولكن لا يعرف الكثير عن حياته، لا يعرف الكثير عن خصاله التي نعرفها نحن بقربنا منه، باحتكاكنا منه، بصحبتنا له، بسفرنا أحيانا معه، فاكتشفنا فيه الكثير والكثير. نعم. الشيخ أبو عبد السلام، الشيخ جعفر ولفقي رحمة الله عليه، رحمه الله تعالى، يصدق عليه إن شاء الله قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، كما تفضل أخي الفاضل أخي هارون، وهو يذكرنا ببعض خصال الشيخ التي تجلت في حياته، التي تمثلها في جميع مجالات الحياة، كان في المسجد أو في الأسرة أو في المجتمع أو في منابر الإعلام. فعلا أخي هارون جزاه الله خير حينما أشار إلى الصدق الذي يتمتع به الشيخ رحمه الله، والجدية والانضباط والحب للمصطفى صلى الله عليه وسلم، وقدر الله أن يتحدث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في آخر لحظات حياته، وكذلك حبه للوطن للجزائر، وحبه ووفاؤه لخدام الجزائر من الشهداء والمجاهدين والعاملين من أجل رفعة شأن الجزائر. هذه الذي الخصات ذكرها أخي هارون جزاه الله خير، في الحقيقة ترفع مقامه عند الله. يصدق عليه قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قدر الله أن أتعرف على الشيخ في 1987. نعم. طبعا تعلمنا منه الكثير، يشهد الله،
يعني في هذه اللحظات خلال ملتقيات الفكر الإسلامي، في ملتقيات الفكر الإسلامي، نعم، وفي لقاءاتنا المختلفة به وحضورنا رفقته مع المشايخ الجزائر في حلقات علمية، وهذه الجدية وهذه الخصال كانت معه، كان معها وكانت معه، يعني قوة شجاعته في الحق، يقول الحق ولو كان مرا. الأحكام والآراء الفقهية التي اقتنع بها من الأدلة التي اعتمدها ورجع إليها يقول بها بكل جرأة وبكل شجاعة، توازنه في شخصيته، صدقه في كلامه، فصاحة بيانه، هو فصيح باللغة العربية وفصيح باللغة الأمازيغية، ففصاحة البيان مكنته من تبليغ رسالة الإسلام، من تبليغ دعوة الله عز وجل إلى الناس، وهو يتمثل قول الله عز وجل في سورة النحل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فعلا تمثل هذه الحكمة، يدلي بآرائه ويقدم دروسه بفصيح البيان وبالحجة والبرهان بكل ثقة في الله وفي النفس وبكل هدوء، فكانت دعوته هادئة هادية هادفة. فمما يعني تعرفنا عليه في حياته، والحق حياة الشيخ هي صفحات مشرقة من الأعمال الخيرات ومن الأعمال الصالحات التي لا نحصيها عددا، أما وقد أفضى إلى ربه لو كان حيا أمامنا لن يرضى منا أن نتحدث عنه، ولكن وقد التحق بالرفيق الأعلى، نملك الشرعية ونملك القوة التي تمكننا من الحديث عنه، وقد أفضى إلى ربه مع حسن الخاتمة التي ختمت بها حياته. فأقول أن الشيخ جعفر رحمه الله برحمة الواسعة هو أنموذج لذلك الجزائري الصادق، الجزائري الذي تمثل قيم هذا المجتمع الجزائري من رجولة وشجاعة وصدق، وفي الوقت نفسه أنموذج للداعية الحكيم، فكان يستغل ويستثمر الفرص المتاحة للدعوة إلى الله لاستمالة قلوب الناس إلى سبيل الله. في الجنائز كان يحضر منذ أكثر من 40 سنة مما نشهد له، يعني أنا أقول في من 87 وقبل ذلك أيضا نتابع نشاطه، ولكن بدءا من هذه السنة كان يحضر في الجنائز فيقدم البيان ويعظ الناس، وكذلك في المساجد والمنابر المختلفة وفي الملتقيات العلمية المختلفة، وكذلك فضاء التربية والتعليم أيضا، هذا الفضاء هذا المجال كما أخي قال أخي هارون هو مجال مهم جدا، كان حاضرا لم يكن غائبا في مجال التربية، كان من حراس القيم الحياة والكرم والأخلاق والاحترام، كل ذلك موجود في حياته يتمثله صفة الوفاء. فإذا تحدث عن الفتوى يتذكر مشايخنا، يتحدث عن الشيخ أحمد حماني وغيره. الشيوخ كانت لهم بصمة في الشيخ، كان جد متأثر بشيوخه، شيوخ الأوائل، الشيخ حماني، الشيخ أحمد سحنون، الشيخ شارف يعني نعم، كان يكثر من جاهر، نعم، فكان يعني ترجم هذه القيمة العزيزة في حياة الناس وهي الوفاء، كان وفيا لشيوخه ويستشهد بفتواهم وبآرائهم
ويستذكر ويذكر الناس بمواقفهم. إذن كان حاضرا في مجال الإفتاء كما يشهد الجميع، كما قال أخي هارون، سواء في المنابر الإعلامية أو في المساجد أو الهاتف، وكل من جلس إليه يلاحظ هاتفه الذي لا يتوقف، لا يتوقف تماما. فحضوره في مجال الفتوى وحضوره في مجال التربية، كان مربيا للأجيال لسنوات طويلة، ومدرسا ومعلما بالثانوية، وكاتبا ومؤلفا للكتب المدرسية، ومرشدا وموجها من خلال وظائفه التي يعني كلف بها والتي التزم بها على مستوى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في مجال التعليم القرآني وفي مجالات كثيرة. نسأل الله أن يجعل ذلك كل إن شاء الله في ميزان حسناته. اللهم أمين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، يرفع على ما سمعنا أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الجزائر العاصمة وما جاورها وقاربها من المدن. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقامًا محمودًا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. إذن مشاهدينا الكرام، ندعوكم إلى متابعة هذا البورتري
الذي قام على إعداده وتقديمه لنا ولكم زميل أحمد طالب. أحمد، ولنا عودة إن شاء الله. رجل الإفتاء والدعاء في ذمة الله، جعفر ألفقيه أو الشيخ أبو عبد السلام، هكذا كان يحب أن يناديه أبناؤه وتلاميذه ومحبوه. رجل عاش طفولة ابن شهيد، وتكونت له الحكمة والرأي السديد من معاناة الصغر، معاناة حولها بجده واجتهاده إلى انتصارات، معلما مدرسا مفتيا ومرشدا، وتصير إلى الله وتقف بين يديه نظيفا نقيا تقيا مرضيا عنه، وطوبى لمن رضي الله عنه. هو معلما حتى بلغ درجة مفتش للعلوم الإسلامية، تحمل المسؤولية في قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، فكان نعم المسؤول عما وضع تحت مسؤوليته ووقف له. يقوم بمهمته التي أسندت إليها ورضي بها وقبلها وأخذها بصدق وتفاني، لعمت حياتنا السعادة والطمأنينة والاستقرار. انضم إلى المشهد الإعلامي مفتيا في صلب الأزمة الدموية التي مر بها الوطن، منافحا على المرجعية، واقفا في وجه محاولات التضليل واللعب بالدين، مرشدا وموجها، صاحب مواقف مع الأمة، مكافحا عن كل فكرة طيبة، مضادا لكل فكرة شاردة، مجاهدا بالكلمة. أبو عبد السلام، أبو المشاهدين، الناصح الأمين، يسمع إذ يقول: لا بد من الاستغفار، الإنسان كلما يذنب ذنبا يستغفر الله، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ويصدق فيما يقول تماما، كما يحدث أبناءه بالعربية والأمازيغية بعنوان الإخلاص والموعظة الحسنة. وداعا سيدي الشيخ أبو عبد السلام جعفر ألفقيه، إلى رب كريم رحيم لا يضيع أجر من أحسن عملا، فلله ما أعطى وله ما أخذ، وكلنا إلى زوال والبقاء لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسألك الرحمة، نسألك المغفرة، نسألك التجاوز عن أخطائنا وما أكثرها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وأصلي وأسلم وأبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله. نسألك الرحمة، نسألك المغفرة، نسألك التجاوز عن أخطائنا وما أكثرها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. بهذه الكلمات والدعوات الطيبات كانت خاتمة هذا البورتري الذي قام على إعداده الزميل أحمد طالب. أحمد أخي هارون، للشيخ قبول في الأرض، قبول الناس، محبة له، مقبلة عليه، تأتيه وتسأله، تطمئن إليه وتعمل بنصائحه بتوجيهاته، كثير من الإشكالات التي حلها، كثير من الخصومات التي جمع بين المتخاصمين، والكثير الكثير. أخي هارون، نعم، كان كثير الإصلاح. الشيخ سعيد ربي يحفظه، نعم، عنده برنامج الصلح خير، نعم، هو كان كثيرا ما يدعى للبيوتات ويصلح بين المتخاصمين في البيت الواحد أو في العائلة الواحدة، وكان رحمه الله محبوبا حبا كبيرا جدا جدا جدا. وكنت في بعض الأحيان عندما أمشي وألتقي ويعرفني بعض الناس يسألوني عنه، ويبدون يعني يظهرون عاطفتهم وحبهم له، ويطلبون مني أن أبلغه السلام.
كثير كثير من الناس يطلبوا مني يقولوا لي بلغ الشيخ أبو عبد السلام السلام. وكاين اللي كان يتمنى أنه يجيه الشيخ أبو عبد السلام يدعوه. نعم صحيح. وكان رحمه الله كان في يعني في بعض الحصص لما نشطوا الحصة كانوا بعض السائلين يطلبون تحديدا يقول لك يجاوبني الشيخ. نعم هكذا يحدد يسأل السؤال. نعم. ويقول لك يجاوبني الشيخ أبو عبد السلام. صح. يحدد هكذا. نعم. ولأنه يطمئن إلى يطمئن إليه ويميل إليه ويحب يحب الفتوى والإجابة ويتمثلها ويعمل بها يعني. فعنده جمهور كبير جدا وعنده. نعم. شعبية كبيرة جدا عند مختلف الأوساط سواء بالنسبة للمتدينين تدين كبير. صحيح. سواء كانوا من الناس العامة. نعم. من الناس البسطاء. اليوم نحن نسير والناس يعزونك. كنت مع الدكتور بوزيدي رايحين للبيت نتاعه والناس في الطريق يشوفونه يعزونه ويتكلموا عليه ويطلبوا له في الرحمة. كل الناس يترحمون عليه يعني. وهذا شيء عظيم جدا يعني. هذه يعني محل إجماع. إيه هذا خير كبير جدا. تخيل. نعم. أنت كل الناس الآن خاصة بعد هذه الوسائل التواصل هذه تاع الفيسبوك كذا كل سمعوا به كل الناس يترحمون. نعم. عليه يعني شيء عظيم جدا. كل إنسان يحب يترحموا عليه. هو إذا صلوا عليه الناس مجموعة ربي سبحانه وتعالى يقبل دعائهم يقبل 40 شخص فقط. إيه أعطيك الصح. يقبل شفاعتهم فيه. بالضبط. نعم. وما بالك بملايين ملايين اللي تبعوه وشافوه وسمعوا له واستفادوا من دروسه واستفادوا من مواعظه واستفادوا من إجاباته رحمه الله. رحمة الله. هذا شكر ربي رب. بارك الله فيك. لما نتكلم عن الشيخ جعفر مشاهدينا الكرام فإننا نتكلم عن أزيد من 100 درس متلفز عبر الشاشة باللغة العربية. نتكلم عن أزيد من 400 ندوة جمعة فقه وفتاوى موضوعات متنوعة. أزيد من 400 درس متلفز بالأمازيغية. حصص إذاعية في الإذاعة الوطنية والمحلية. حصة فتاوى على المباشر بإذاعة القرآن الكريم كل يوم خميس صباحا إلى يوم الناس. هذا آخرها كان الخميس الماضي فقط فكان متواجدا وكان حاضرا وكان يفتي الناس رحمة الله عليه. المشاركة في حصتكم فتاوى جمعة. نعم. هذه فارقة جالس في هذا المكان. نعم. بالجمعة الماضية. الجمعة الماضية. نعم. وأحسست منه أنه في حال غير الحال التي كنت أراه عليها. الله والله العظيم أحسست أنه يعيش سكينة غير عادية. نعم. وهدوء غير عادي. وهذا ما لوحظ في ولاية سطيف لحظه. إيه. ساكت ولا يتكلم يعني. سكينة عادي غير عادية وهدوء حتى لفت الانتباه انتهي. والجمعة هذه والجمعة اللي قبلها لأنه خدم الجمعة اللي قبل وخدم الجمعة هذه. ولكن الجمعة هذه اللي فات كان أكثر. وحتى المخرجة السيدة ناجية لاحظت عليه هذا الأمر. هذا كان في حالة هدوء وكان في حالة طمأنينة عجيبة سبحان الله العظيم. وكأنه يستشعر أنه سيصير إلى الله وهو يحب لقاء الله عز وجل. يحب الله عز وجل كثيرا. يحب النبي صلى الله عليه وسلم. فهانئا له. أسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يجعله من أهل عليين في جنة النعيم. آمين. للشيخ أزيد من 20 حوار صحفي. أزيد من 10 حوارات متعلقة بطلبة الصحافة والإعلام في إعداد مذكرات التخرج. فتاوى عبر الهاتف. أزيد من 100 فتوى ونصيحة يومية عبر الهاتف. فكان هاتفه لا يتوقف أبدا. كان يقول إذا لم أجب فأنا في صلاة أو نائم. هكذا كان يقول لنا رحمه الله. إما يكون في قيلولة أو يكون منشغل بفريضة. وإذا كان الهاتف مغلق فهو في أشغال أخرى. شيخنا نبكي ونحزن على الرجل. قلنا ليس لشخصه بل لأعماله لما قدمه لما ترك من بصمات فينا وفي نفوس المشاهدين والمتابعين والمحبين كذلك. نعم.
يعني قبل أن أتحدث عن البصمات، هذه السكينة تحدث عنها أخي هارون، وتحدثت عنها محمد صالح، ما نخليهاش تفوت. لعلي بعدين أطلعكم على آخر صورة للشيخ بعد صلاة الصبح اليوم. الشيخ صلى الصبح، توجه للناس بالكلام بموعظة قصيرة، ثم دخل إلى المقصورة وكان في سكينة عجيبة. الله أكبر. يعني لو ترى الصورة ترى أن يعني كأنه الله. في عالم آخر. أي بالضبط. وتلك كانت آخر ما التقط له، آخر بعدها كان لهم موعد مع الإمام لأخذ فطور الصباح وتوجه إلى الحمام المعدني كما طلب رحمه الله. فكان يعيش سكينة غير عادية. غير عادية. والله هذه السكينة التي نتحدث عنها حق نعمة من نعم الله عز وجل. وأنتما تتحدثان تذكرت قوله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. يروى أن أحد الناس طيب وانت تتكلم شيخ دعني معليش أنت مرة قلت لي أعطيني الهاتف أعطيك هذه آخر ملتقى على آخر صورة كان عليها الشيخ رحمه الله. هل يمكن يفوتوها؟ ممكن في لقاء المفاتيح غدا إن شاء الله، لأن هذا كانت في مقصورة الإمام في هذه الصبيح. الصبيح بعد صلاة الصبح، بعد أن توجه بكلمة وليها أيضا الله. للأخ أخي هارون الله يرحمه على هذا الوصف اللي تكلمتنا عليه أخي هارون. هكذا كان الشيخ. نعم. كأنه الله. يعني في عالم آخر. إيه. إيه. رحمه الله. إيه لاحظت كانت بارزة. بارزة. والله يروى أن أحد الناس حتى الله يكرم الناس ب. يعني كأنه يشعر بدنو أجله. يروى أن أحد الناس سأل شيخا كبيرا، سأله عن السعادة وما هي أسباب السعادة، ما هي عوامل السعادة، فقدم له ورقة اكتب يعني فيها اكتب جملة من مما يعني يرزق به الناس في دنيا الناس من صحة ومال وجاه، كتب قائمة. فيقال أن هذا الشيخ الكبير المجرب الحكيم اشطب على كل هذه فكتب، قال: سبب السعادة السكينة. ثم ذكر قوله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمان مع إيمانهم. فاللي أعطى رب السكينة هذا رزق كبير، هذه نعمة كبيرة إن شاء الله حظي بها شيخنا الشيخ أبو عبد السلام الله يرحمه برحمته الواسعة. أما بالنسبة للبصمة، تحدث أخي هارون قبل حين عن هذه الدعوات التي تأتيه من كل مكان ومن جميع شرائح المجتمع. هذا مظهر كبير ودليل قاطع على القبول الذي حظي به. نعم. في المجتمع لا يتنازع فيه من لا يتنازع يعني فيه اثنان، وهذه نعمة كبيرة جدا. وكل من مشى معه في الطريق أو في أي مكان نلاحظ كيف يستقبل من قبل الناس ويقبلون رأسه ويطلبون منه الدعاء. في الحقيقة يعني هذه المشاهد التي تتدفق الآن، كل منا سواء الذين يتابعون هذا اللقاء أو نحن الذين يعني تحدث عنه في هذا المقام، الجميع يشهد بذلك رحمه الله. البعد الاجتماعي للشيخ أبو عبد السلام يعني في قريته ثمقرة ولا في مختلف المدن والقرى التي يتحرك فيها، هذا البعد الاجتماعي الذي لا يراه كثير من الناس، العمل الخيري و هذا موجود في حياته. نعم موجود بقوة. بقوة. نعم. تلك النصائح التي يسديها للناس بصدق وإخلاص، فتستقبلها نفوس السائلين
استقبالا جيدا لما يملك من ثقة في قلوب الناس، وهذه مسألة في غاية الأهمية. الذين تربوا على يديه والذين تكونوا يعني على يديه في جميع مراحل التعليم والكتب التي ألفها وبصمته اللغوية واضحة وبصمته الفقهية واضحة في مجال الإفتاء، والحمد لله رجل فقيه في الفقه الإسلامي عموما وفي الفقه المالكي خصوصا والمختصر الفقهي للشيخ خليل، وكثيرا ما نحضر له العادي في يعني في العديد من اللقاءات وهو يستشهد. وهذا كان لا يمنعه أن يطالع الآراء الأخرى. كان نعم نعم نعم. كان كثير المطالعة والقراءة لما تصدره البحوث الإسلامية والمجمعات الفقهية. مجامع الفقهية. أيضا ما يهدى له من الكتب، فكما قلت شيخ هارون يطلع عليها. كان يحضر باكرا، فتجده يراجع كتاب، يراجع مقال. يقول لي هذا قول أراجعه، هذه مسألة أبحث فيها، رحمة الله عليه. نسأل الله أن يتغمده برحمته. آمين آمين يا رب العالمين. شكرا شيخ سعيد. مشاهدينا الكرام، لنا إن شاء الله متابعة وقفة مع كلمة مدير قناة القرآن الكريم الأستاذ عمر زيدان حول فقد الشيخ أبو عبد السلام. بهذه المناسبة الأليمة لا يسعنا إلا أن نترحم على الفقيد رحمه الله. لقد كان الشيخ أبو عبد السلام، وعرفته أنا في قناة القرآن الكريم، إنسانا عاملا مواظبا مجتهدا، قدم الكثير للقناة. عرفته من خلال الشاشة في السنوات بدايات الأولى لقناة القرآن الكريم، فقد كان كريم الحضور ومجتهدا في عمله، مواظبا ملتزما بمواعيده. لقد وقف مع القناة كأحد أعمدتها المؤسسين، فقد كان له عطاء كبيرا في هذه القناة، ونتمنى ونحسب عمله أجرا كريما عند الله رحمه الله. رحمة الله عليه. كانت هذه كلمة الأستاذ عمر زيدان مدير قناة القرآن الكريم، تعزية ومواساة في هذا المصاب الجلل. إذن فقد الشيخ أبو عبد السلام، الجزائر به تفقد كفاءة علمية وقامة إعلامية أفنت حياتها في تبليغ رسالة الإسلام المعتدلة والكلمة الطيبة وغرس معاني التربية الصحيحة على مدار عقود من الزمن، لم يعرف فيها حقيقة وصدقا، راحة ولا تعبا ولا كلالا. أستاذ هارون، تكلم على جانب آخر من حياة الشيخ رحمه الله، جانب العبادة فيه. جانب العبادة فيه خلينا نقول كان قوي جدا، قوي جدا، لا ينقطع عن الصوم، فكان مواظبا على صيام الاثنين والخميس، لا ينقطع عن قيام الليل، وأنا رأيته في أسفاره. في رحلة الحج صحبته يومين في ميناء، كان لا ينقطع عن الذكر وعن الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتلك حكاية أخرى. نعم، الشيخ من رحمة الله عز وجل وإكرامه له أن بيته يقابل مباشرة المسجد، مسجد البشير إبراهيم. نعم. فحياته كلها في المسجد، صلاته كلها في المسجد كما تفضل، ولا ينقطع عن المسجد. نعم. لا ينقطع أبدا. نعم. صلي دائما في المسجد رحمه الله، وحياته كلها عبادة. سبحان الله العظيم، كان يستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بشكل عجيب يعني. نعم. حتى في أناقته وفي هندامه وفي نعم. لباسه يعني ما شاء الله يعني، حتى ذوق الشيخ يعني بالضبط. في كل شيء كان يشتري من الألبسة يعني الثمينة. نعم. من أجل أن يكون في أحلى صورة يعني، والله إن الله جميل ويحب الجمال. وكان يستنى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. والشيخ رحمه الله
هو سبحان الله عظيم هو يحب الله عز وجل ويحب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه بارزة جدا في شخصيته، ومن ثم فلا يمكن له إلا أن يكون عابدا الله عز وجل بشكل كبير. وحياته سبحان الله العظيم حياته كلها انضباط والتزام ووفاء، وحياة إنسان رجل فعلا بأتم معنى الكلمة. يعني إنسان بين العلم والعبادة، بين إنسان نفاع نفاع، لا يصدر منه أي شر لأي إنسان، لا تستطيع في كثير من الأحيان يؤذى ولكنه يصبر. رحمه الله عندما كان في الإدارة، وتعرف أنت إلى غير ذلك، ومع ذلك يصبر ويحتسب ولا يحمل الحقد على الإطلاق. قلبه أبيض كما يقولوا، قلبه أبيض لا يحمل الحقد، وإنسان يعني قلبه سبحان الله العظيم منشرح وأكرمه الله عز وجل بكثير من الأحفاد. نعم، عنده كان عشرات الأحفاد، عنده حوالي 60 حفيد، وعنده أبناء وبنات ولا يفرق بينهم في العطية. بالضبط، هذا شيء يعني ربما أقول لك جوانب لا يعرفها كثير من الناس. حبه الشديد لأحفاده. بالضبط، ولبناته. بالضبط، ولأولاده جميعا. بالضبط، ولكن لا يفرق بينهم في العطية. حتى مرة في السفر جاب 17 لوحة إلكترونية في المطار، يعني الجمركي قال يا شيخ هذا يعني هذا ممنوع جدا. فجاء المسؤول اللي فوق الجمركي قالوا ما هذا يا شيخ؟ قالوا أنا عندي 17 يعني حفيد، لازم أعطي لكل واحد لوحة. خله، قالوا خذها ما دام لي أحفادك يعني وليست للغرض التجاري. فالشيخ كان في الحياة العائلية شيء آخر. نعم. مع أولاده وأحفاده تلقى ملمح آخر في مجتمعه وبيئته وجيرانه، والمسجد أيضا صفحة أخرى. أستاذ هارون، وهو عنده صفة مهمة جدا، صفة الأنفة، أنفة الجزائري والعزة. هذه ما هيش متاحة لكل العزة التي يتميز بها الإنسان الجزائري ويعتز بها ويعتز بكونه جزائري. يعني هذه ظاهرة فيه، وهو ولد شهيد كما تفضل الأخ أحمد تحدث عليه. هو ولد شهيد رحمه الله، وهو كما ذكرت في البداية يحب وطنه ويحب الجزائر بشكل عجيب جدا. عاش في الثورة هو، ويحب المجاهدين ويحب الشهداء، ووفي وسبحان الله العظيم البلاد حصل فيها ما حصل من تحولات وتقلبات. نعم. مررنا بفترات صعبة، ولكنه كان كالطود الشامخ، لم تؤثر فيه الرياح لا نحو اليمين ولا نحو الشمال. كان سبحان الله، وجدت إغراءات وحاولوا بعض الناس أن يستميلوه لصفهم للجهة الفلانية وللجهة الفلانية، لكنه بقي ثابتا في نفس الخط، وكان دائما يعبر عن حبه لبلاده وعن وطنيته وعن كون أنه إنسان مسؤول، ليس فقط مسلم هكذا يعني أو عالم هكذا يعني مثل المشايخ شيخ تقع في الجامعة، لا، هو إنسان يعني إنسان فيه صفة الرجل، رجل المواطن، الإنسان الذي يعرف دوره ويعرف. ودائما كان مع مواقف بلده، وكان لا يغيب نهائيا عن المواعيد الوطنية، دائما حاضر رحمه الله، رحمة الله عليه. إننا نعلم أن الموت حق، ولكننا نبكي ونخطب لانقطاع الخير وذهاب العلم، نبكي على الباب الذي انكسر. فقد كان الشيخ مدرسة في التعليم والإصلاح والتوجيه، وموت العلماء شيخنا سعيد في الأمة هو يعني ألم وحزن وانقطاع للخير
سيدنا ابن عباس لما تلا قوله تعالى أولم يروا أن ناتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال نقصان أطرافها بموت علمائها، يعني موت العالم وموت داعية الخير وموت المصلح يموت معه خلق كثير. يقينا موت العالم هو مصاب جلل، هو توقف لعطاء، هو توقف لخدمة، انكسار لباب من أبواب الخير، ولكن أملنا في الله كبير أن يعوض وطننا وأن يعوض أمتنا ولو بمجموعة من الرجال والنساء الذين سيتعاونون على أداء ما كان يؤديه الشيخ أبو عبد السلام، والأمر ليس هينا. نعم. لأنه هو مدرسة اجتمعت فيه الكثير من الخصال التي تفرقت عند غيره، ولكن نقول إلا ما يرضي ربنا جل جلاله، نعلم بأن الموت حق وبأننا إلى ذلك المصير، وتنتهي حياتنا بشهيق أو زفير في لحظة من اللحظات، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل اجتهاده وأن يتقبل أعماله الصالحات وأن يتقبل تعليمه ودعوته إلى الله بإخلاص وصدق وبحكمة وبفصيح بيان. آتاه الله عز وجل الكثير من النعم التي أحسن استثمارها في دعوته وفي مسيرته، فحياته فعلا صفحات مشرقة من الخير من الأعمال الصالحات. نسأل الله أن يرزقنا جميعا الصبر والسلوان، وأن يرزق عائلته الصغيرة وأسرته الكبيرة وأمة الإسلام الصبر والسلوان واليقين والإيمان بقضائه وقدره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله فيك شيخ سعيد. معنا على الهاتف دكتور محمد إدير مشنان. شيخ مشنان السلام عليكم ورحمة الله، عظم الله أجرنا وأجركم. وعليكم السلام، عظم الله أجر الجميع. آمين. آمين. كل المجتمع الجزائري والأمة الإسلامية تعز بشيخنا أستاذ عبد السلام رحمه الله تعالى وأنزل عليه شأبيب الرحمة والرضوان. آمين. شيخنا تلقيت الخبر وأنت بعيد عنا، أنت في ولاية نعامة هكذا؟ لأنه الآن أنا دخلت إلى ولاية تلمسان. نعم، في ولاية تلمسان. لك الكلمة شيخنا بما تتفضل إن شاء الله، وتذكر من خصال الشيخ رحمة الله عليه. فعلا أستاذ، أولا تحية لكل المستمعين وأعزيهم جميعا كما يعزوننا شيخنا وفقيدنا الشيخ أبو عبد السلام. تحية طيبة لأستاذنا الدكتور سعيد ويزري والأستاذ هارون طريق ولكم جميعا. الحقيقة تلقينا الخبر حقيقة بكثير من الحزن والأسى، لأنه حقيقة الشيخ أبو عبد السلام يعني حقيقة من الوزن الثقيل يعني حقيقة. نعم. وكما نقول بالدرجة أنا عرصة كبيرة حقيقة، عرصتين كبيرة في مجال الدعوة، في مجال الفتوى، في مجال العلم، في مجال التربية، والحقيقة كان يملأ فراغا كبيرا جدا في هذا الوطن. حقيقة كلنا الآن نتساءل حقيقة، أنه وحقنا أن نتساءل من سيملأ هذا الفراغ، من سيملأه. الشيخ أبو عبد السلام هو رجل من سليل والمجاهدين والشهداء، لأنه أباه شهداء الجزائر، شهداء ثورة التحرير المباركة، وسليل الزاوية العلمية القرآنية، وسليل المدرسة الجزائرية، هو خريج الجامعة الجزائرية، هو أحد صناع المدرسة الجزائرية، وهو أستاذ وهو مفتش. وأنا أذكر وإحنا كنا أساتذة التعليم الثانوي، والمفتش الذي يرعانا ويوجهنا ويأخذ بأيدينا حقيقة
الأستاذ أبو عبد السلام هو واحد من صناع الإعلام الديني في الجزائر، من حصة فتاوى على الهواء إلى حصة هل سألوا إلى برامجه المختلفة التي كونها وبناها وأعدها وقدمها، إلى برامجه بإذاعة القرآن الكريم، إلى فضلا عن كونه أحد رموز الفدوى في الجزائر من خلال عضويته الدائمة والمستمرة والمؤثرة والفاعلة في اللجنة الإدارية للفدوى. هو واحد من إطارات الوزارة الذين أسهموا وأعطوا قيمة مضافة حقيقة في مجال الإشارة الدنيا، في مجال التوجيه الديني التعليم القرآني، في مجال التكوين وتحسين المستوى. وحقيقة هو نموذج ومحبوب الجزائريين والجزائريات كبارا صغارا. حقيقة يعني يضيق صدري ولا ينطلق لساني، لا نجد عزاء إلا من الله عز وجل. نعم. إن شاء الله سيتقبله بالصالحين، وكما قال: من شب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه. وفعلا مات وهو يعظ وهو يدرس وهو يوصل الخير وقيم الفضيلة وقيم الدين إلى كل أبنائه وإخوانه في الجزائر. فتقريب مات وهو على المنبر، لأنه في الليلة كان يدرس والصباح كان يساعد في أعداد درس آخر، ولكن توفته المنية. مات في سفر طاعة، في سفر التبليغ، مات في سفر طاعة وفي سفر تبليغ دعوة الله. ولهذا قلت لك شاب على شب على ذلك، وشاب عليه ومات عليه، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. وإحنا نقول كما قال الشاعر: لا تقل يا ناعي الأحرار مات، لم يمت من علم الناس الحياة. هو ترك الأثر الطيب والعلم من خلال تلاميذه، من خلال أساتذة التي نتكلوا تربوا عليه، ونحن منهم سواء في مجال التربية والتعليم أو في مجال العمل الإسلامي والدعوي والعلمي في المساجد وفي القنوات الإعلامية المختلفة. أفنى حياته في خدمة الدين، في خدمة الوطن، سيشهد له الدين وسيشهده الوطن وسيشهد له أبناء الوطن. إن شاء الله ربي عز وجل يجعله في مقام علي إن شاء الله مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. بارك الله فيك دكتور مسنان، شكر الله لك وجزاك الله كل خير. شكرا. أستاذ هارون، في الصباح اتصل علي الدكتور مسنان وقال لي: هل حقيقة صحيح الشيخ مات؟ الخبر كان صادم لنا جميعا، لعلك أنت لما تلقيت الخبر كان صادما. نعم. كنا حديثي عهد به نعمل معه، لم نسمع عنه مرض أو أنه أقعد في الفراش أو أنه لا يخرج من بيته، حتى فوجعنا صباحا أن الشيخ مات، وكنا نظنها إشاعة، كنا نحاول نتأكد أنه، ولكن قدر الله سابق ومشيئته كانت نافذة. هو الساعة، لما تصل الساعة انتهى. يعني سبحان الله العظيم، ربي سبحانه كتب الإنسان غذاءه و مقدار الماء الذي يشربه والنفس. نعم. عند آخر نفس، آخر جزيء من الأكسجين تنتهي الحياة. فرحم الله شيخنا الشيخ أبو عبد السلام، حاضر بقوة كبيرة جدا في أذهان الناس. و يعني فصعب الآن أن يسد. نعم. فعندما سمعنا بموته، عندما سمعت الصباح اتصل بي يسألوا، اتصل بي السيد مدير الإنتاج، فما كانش عندي علم، حتى اتصلت بالدكتور بوزيدي. نعم. واتصلت وقال لي نعم، قد الخبر، قال لي نعم ثبت الأمر. وفعلا صعقت يعني. وفي البداية سبحان الله العظيم، إن الله وإن الله يرجعون، يعني صدمة كبيرة جدا. ولكن ما من شيء إلا ويولد صغيرا ويكبر.
إلا المصيبة تولد كبيرة وتصغر مع مرور الوقت. نسأل الله عز وجل أن يرزق الناس جميعا الصبر والسلوان، وأن يرزق أهله وأبنائه وأحفاده وإخوانه ومن يعرفه الصبر والسلوان. ولا رسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليتذكر مصيبته بفقدي، فإن فقدي أكبر مصيبة تصابون بها. فرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مات وكلنا على الطريق، يعني نسأل الله عز وجل طول العمر وحسن العمل وحسن الخاتمة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يرفعه وأن يجعله من الصديقين والصالحين. نسأل الله عز وجل أن يتقبل، آمين رب العالمين. آمين يا رب العالمين. رحم الله الشيخ رحمة واسعة. في كلمة أخيرة شيخنا سعيد في الدقائق الأخيرة، كلمة نختم بها معكم إن شاء الله. الكلمة الأخيرة، أختاروا صفة من الصفات التي تمثلها فقيدنا في حياته، وهي صفة الوفاء، وهي صفة عزيزة وقيمة عليا. ربنا عز وجل حينما تحدث عن المهاجرين والأنصار كما في سورة الحشر في الآية العاشرة، قال: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يعلمنا القرآن كيف نكون أوفياء للسابقين. فالشيخ أبو عبد السلام كان يتمتع ويتمثل هذه الصفة، هذه الخصلة الطيبة في حياته، الوفاء. فأوصي نفسي وغيري بهذه الصفة العزيزة لنكون أوفياء لديننا كما كان شيخنا، وأن نكون أوفياء لوطننا، وأن نكون أوفياء لمن سبقنا بالإيمان. نسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة. بارك الله فيك شيخنا سعيد، شكرا جزيلا لك. شكرا لك موصول دكتور هارون على ما قدمتم وتفضلتم به. إذا نعلم مشاهدينا الكرام أن جثمان الشيخ يصل إن شاء الله العاصمة هذه الليلة، يبيت ليلته الأخيرة بين أهل الدنيا في بيته. غدا إن شاء الله ستكون صلاة الجنازة عليه في الظهر بمسجد البشير الإبراهيمي بأعالي بلوغين، ويدفن بمقبرة سيدي نعمان ببلوغين كذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه وأن يغفر له. ونبكي الشيخ ونحزن عليه، لأن موت العلماء مصاب للأمة جمعاء، فهم مصابيح الدجى وعلامات الهدى، وهم كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن. قال صلى الله عليه وسلم: خذوا العلم قبل أن يذهب. قالوا: وكيف يذهب يا رسول الله؟ قال: إن ذهاب العلم أن يذهب حملته، إن ذهاب العلم أن يذهب حملته. رحم الله الراحل العزيز ورضي له مقام في عليين. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجل الإفتاء والدعاء في ذمة الله، جعفر ألفقيه أو الشيخ أبو عبد السلام، هكذا كان يحب أن يناديه أبناؤه وتلاميذه ومحبوه. رجل عاش طفولة ابن شهيد، وتكونت له الحكمة والرأي السديد من معاناة الصغار، معاناة حولها بجده واجتهاده إلى انتصارات، معلما مدرسا مفتيا ومرشدا. وتصير إلى الله وتقف بين يديه نظيفا نقيا تقيا مرضيا عنه، وطوبى لمن رضي الله عنهم. بدأ مشواره معلما حتى بلغ درجة مفتش للعلوم الإسلامية، تحمل المسؤولية في قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، فكان نعم المسؤول عما وضع تحت مسؤوليته ووقف له.
يقوم بمهمته التي أسندت إليها ورضي بها وقبلها وأخذها بصدق وتفاني لعمت حياتنا السعادة والطمأنينة والاستقرار. انضم إلى المشهد الإعلامي مفتيا في صلب الأزمة الدموية التي مر بها الوطن، منافحا على المرجعية، واقفا في وجه محاولات التضليل واللعب بالدين، مرشدا وموجها، صاحب مواقف مع الأمة، مكافحا عن كل فكرة طيبة، مضادا لكل فكرة شاردة، مجاهدا بالكلمة. أبو عبد السلام، أبو المشاهدين، الناصح الأمين، يسمع إذ يقول: لا بد من الاستغفار. الإنسان كلما يذنب ذنبا يستغفر الله، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ويصدق فيما يقول تماما كما يحدث أبناءه بالعربية والأمازيغية بعنوان الإخلاص والموعظة الحسنة. وداعا سيدي الشيخ أبو عبد السلام جعفر ألفقيه، إلى رب كريم رحيم لا يضيع أجر من أحسن عملا، فلله ما أعطى وله ما أخذ، وكلنا إلى زوال، والبقاء لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسألك الرحمة، نسألك المغفرة، نسألك التجاوز عن أخطائنا وما أكثرها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وأصلي وأسلم وأبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم.